ما طلع من السجن صار لي 5 سنوات. هاي صورتي يوم عمري 2. قلق يساور نفوس آلاف الأسر البحرانية خوفا على مصير أبنائها المعتقلين في سجون آل خليفة. طالب بالإخراج عن أبنائي 3. أنا عمر 3 معتقلين. محسن رجائي محمد. نداءات أطلقها المعتقلون وذويهم للمطالبة بإطلاق سراحهم قبل أن يفتك بهم فيروس كورونا. هذا نداء استغاثة من السجون في البحرين إلى المجتمع الدولي ممثل في الأمم المتحدة وإلى منظمة الصحة العالمية. نحن السجناء في البحرين نواجه خطر حقيقي تفشي فيروس كورونا. دعوات تردد صداها عالمياً عبر النداءات التي أطلقتها المنظمات الحقوقية والاتحاد الأوروبي وبرلمانيون بريطانيون وحقوقيون دوليون. Now, many of the people in Bahrain and Saudi Arabia and in other countries clearly shouldn't be in prison. I mean, we've been saying this for years, and we all know a list of people who shouldn't be in prison. Most prominently, of course, Nabil Rajab, Abdel Hadi Al Khawaja, Najib Fatil. You have people who are either old and or have underlying health concerns, like Hassan Mashema and Singhais. Now, all of those people and many others ought to be released immediately, partly because it's the right thing to do, but these days... 17 عضواً في الكونغرس الأمريكي انضموا إلى الحملة الدولية مطالبين بإطلاق سراح آلاف المعتقلين في البحرين والسعودية. دائما نقول أنه يجب الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي سواء كانوا في السعودية أو في البحرين أو في أي بلد آخر، لأن معتقل الرأي ليس مكانه السجون، يجب أن تكون حرية التعبير عن الرأي مكفولة. خطر داهم يحيق بسجون البحرين مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في الإصابات اليومية خارجه، ولا عذر بعد تفشي وباء كورونا بين العمال، فهو نذير صارخ بتفشيه بين السجناء، وغدا لا ينفع الندم. أؤكد أن ظروف السجن لا تسمح أبدا لاستمرار الاحتجاز، وخطورة وصول الفيروس كبيرة، ولن ينفع الندم إذا حدث ما لم يحمد أقصاه. تحذيرات تضع مسؤولية كبيرة على عاتق المجتمع الدولي للضغط على نظام آل خليفة ليطلق سراح كافة سجناء الرأي والضمير قبل فوات الأوان، فمن أنذر لم يعذر. كما يتوجب على الحكومات اليوم أكثر من أي وقت مضى أن تفرج عن كل محتجز بدون أساس قانوني كافي، بما في ذلك السجناء السياسيون وغيرهم ممن احتجز لمجرد التعبير عن الرأي أو للموقف المعارض.